تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب. أعرب فيها معاليه عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة ضمن مسيرة النجاح للمشروع الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك المفدى بكل حكمة واقتدار منذ تولي جلالته مقاليد الحكم الميمون في البلاد. ثمن معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ما تضمنته كلمة جلالة الملك المفدى السامية من مضامين بليغة وحكمة عميقة وبعد نظر، مؤكدا معاليه أن كلمة جلالته السامية نبراس يقتدى بها خصوصا في مجال التعافي السريع للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الصحي الاستباقي والاكتفاء الغذائي والتحول الرقمي وزيادة تمكين الشباب وتنويع فرص واستثمارات القيمة المضافة في مختلف القطاعات، مشيرا معاليه إلى متابعة جلالة الملك المفدى الدائمة لاحتياجات المواطن من خلال الاهتمام بصحته وسلامته بما يسهم في التخفيف عن كاهله جراء تداعيات الجائحة التي يمر بها العالم، داعيا معاليه المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك المفدى نعمة الصحة والسعادة وطول العمر وأن يديم جلالته ذخرا وسندا وقائدا لمسيرة التقدم والتحديث والازدهار لهذا الوطن العزيز.